بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نلقى الأحبة والحلقة الأخيرة، وفاة سيدنا عثمان واستشهاد سيدنا عثمان بن عفان. والحقيقة احنا الحلقة اللي فاتت قعدنا نتكلم على بذور الفتنة وعبد الله بن سبأ والدعاءات اللي نشروها في الأمة عن سيدنا عثمان بن عفان، وقعدنا نفند فيها وقلنا انها كلها كاذبة وكلها افتراءات. والحقيقة النهاردة هنوصل بقى ازاي بدأ يتحرك بشكل نهائي عبد الله بن سبأ، وازاي حرك الثائرين يعني المنحرفين من حواليه لغاية ما وصلوا الى المدينة وقتل الخليفة العظيم سيدنا عثمان بن عفان. وانا الحقيقة خايف ان احنا نكون بنسمع الحكاية لمجرد الحكاية. احنا متفقين مع بعض من ساعة ما بدأنا البرنامج دوان ان احنا لنا نوايا عايزين نوصلها بالبرنامج دوان، عايزين نوصل في البرنامج دوان برنامج نلقى الأحبة، ان احنا عايزين نتعلق بالصحابة قوي، وده هدف ليا الحقيقة في حلقة النهاردة وحلقات سيدنا عثمان كلها، التعلق بسيدنا عثمان. يا جماعة الناس كلها تعلقت بسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكده، سيدنا عثمان ويمكن عندها مآخذ على سيدنا عثمان بغير وعي وبغير فهم، وهو يعني الرجل النقي التقي الموصول بالله تبارك وتعالى صلة عظيمة البريء من كل هذه التهم. فعندنا نية في البرنامج ده ان احنا نحبه، نتعلق بسيدنا عثمان بن عفان، وان يعني يبقى اسم سيدنا عثمان يذكرنا بالحياء، يذكرنا بالأدب، يذكرنا بالصلاح، يذكرنا بالإنفاق. يعني معاني كتيرة قوي لازم نحب عشانها سيدنا عثمان بن عفان. معنى تاني الحقيقة يعني وعبرة عايزين ناخدها من حلقات الأخيرة دي، الحلقة اللي فاتت وحلقة النهاردة عن سيدنا عثمان بن عفان، ان يا جماعة الفتن لما تيجي احرص ان انت ما تبقاش جزء من الفتن دي. يعني لو حسيت ان في فتنة بتراد للأمة اوعى تكون مشارك في حاجة زي كده. في ناس بعد وفاة سيدنا عثمان كانت بيبكي ويقول اللهم إني أشهدك أن لا أعين على دم بعد دم عثمان. فقال له أو أعنت على دم عثمان؟ قال سكت. قال سكت وشاركت فيما كانوا يقولونه، كانوا بيقولوا عليه حاجات وكنت بقولها معاهم، يعني أنا كده أعنت على دمه. فاوعى لما تلاقي في فتن بتموج بالأمة إن أنت تشارك فيها وتبقى ضلع فيها. ده معنى مهم. معنى ثالث مهم برضو نستفيده من قصص الفتن، و اوعى يضحك عليك زي ما ضحكوا على عموم المسلمين، بسطاء المسلمين، يعني بان هم يشوهوا صورة الاسلام في عينينا. يا جماعة معقولة يبقى الضحك على المسلمين من 1400 سنة بتشويه صورة سيدنا عثمان، وفي لسه ناس بيضحك عليها لغاية النهاردة بفعل هذا الرجل الذي كذب على المسلمين عبد الله بن سبأ اليهودي؟ معقولة يضحك عليهم لغاية النهاردة؟ اياك ان انت تبقى مخدوع يعني الى هذا اليوم. دي معاني الحقيقة مهم انها تتقال. الفتنة على رغم ما فيها من اشياء بتوجع، لكن كان من المفيد فيها انها مضجة الامة، وميزة الخبيث من الطيب، وميزة دون من دون، واظهرت مين اللي معدنه صلب ومين اللي موصول بربنا ومين اللي محافظ على لسانه ومين اللي ما جابش سيرة سيدنا عثمان ومين ومين ومين. فيعني دي كانت بعض نتائج. يعني انا بقول الكلام ده للي شافوا طبعا الحلقه اللي فاتت هيبقوا مدركين كلامي دون اكتر، العبر والعظات زي ما بيقولوا اللي نطلع بيها من مقتل سيدنا عثمان بن عفان والفتنه اللي حصلت. عبد الله بن سبأ زي ما بقول لكم هذا اليهودي، هو زي ما حكينا المره اللي فاتت هو من اليمن، من صنعاء في اليمن، دخل الاسلام واتفق مع الرومان، مع دوله الروم، ان هو باعانتهم وبمسانده منهم وباموالهم يقدر ان هو يسقط الامه دي. كان هدفه ايه عبد الله بن سبأ؟ وده معنى في منتهى الخطوره. يعني ايه عايز ايه عبد الله بن سبأ؟ ماذا يريد ان يحقق؟ هل يريد ان هو يشيل ولاه الانصار، الولاه بتوع سيدنا عثمان، عشان كده بيقلب الناس عليهم؟ لا. عايز ايه؟ عايز يموت سيدنا عثمان بن عفان؟ هو ده الهدف؟ لا. هذا عايز حاجه اكبر من كده بكتير. عايز يسقط الخلافه، عايز يسقط خلافه المسلمين، ما يبقاش للمسلمين يعني اي شيء بيقودهم وبيجمعهم. كان ده الهدف اللي حطه عبد الله بن سبأ واللي خطط ليه، واللي ما تنفذش الا على ايد برضه واحد يهودي سنة 1924 في القرن اللي احنا لسه سايبينه. فضلت الخلافة الإسلامية، عبد الله بن سبأ أراد أن يسقطها في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وكان فاكر أن قتل عثمان بن عفان يسقط الخلافة ويضيع الأمر، زي ما هنشوف عمل إيه بعد شوية. فكان ده وجهة نظر عبد الله بن سبأ واليهود والرومان، لكن ما سقطتش واستمرت، ويمكن ازدادت قوة واستفادوا من التجربة اللي حصلت. لكن استمر الامر وفضلت دولة الاسلام قائمة، لكن يشاء الله انها تسقط 1924 على ايد رجل يهودي ايضا هو هرزل، لما يعني سقطت في ذلك الوقت. لكن الشاهد اللي احنا عايزين نقوله واللي عايزين نوصله للناس وهي بتسمعنا، ان وحدة الامة دي حاجة غالية قوي 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 قوي.
وان احنا بنقول من اثناء الفتنة دي وهدف عبد الله بن سبأ بنوجه رسالة للامة في كل اماكن الامة، نريد ان الامة تبقى امة قوية من وحدها، امة متقاربة، امة متحابة، يبقى المصري واليمني والسعودي والعراقي والتونسي يعني بينهم هذا الحب وهذا الالف اللي بيجمع امة واحدة اسمها امة الاسلام، امة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدة الامة دي حاجة غالية قوي قوي قوي، وهو ده كان المقتل اللي عايز عبد الله بن سبأ يقتل الامة منه. ولذلك انظروا للجنود الثلاثة اللي وصى بيها عبد الله بن سبأ اتباعه. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هو راح المدينة حاول يجمع اتباع، معرفش المدينة صلبة قوي، ام رايح الشام، لا معاوية بن ابي سفيان قوي قوي في الشام، فاتجه الى الكوفة والبصرة، وهناك قدر يعمل الكوفة والبصرة للأسف قدر يعمل فيهم قواعد ليه، ويعمل فيها ناس متآمرين يكرهوا الإسلام ويكرهوا المسلمين ويتفق معاهم على بعض أمور، وبعدين طلع على مصر واستقر فيها وحط ثلاث جنود يعني مطلوبة من الناس التابعين دول. البند الأول يعني أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى تستميلوا الناس، شوفوا الخبث، كتروا من الكلام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان تستنيلوا قلوب الناس ان انتوا بتنصحوا وان انتوا بتعملوا كده بنيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده كان الامر الاولاني اللي قاله لاتباعه. الامر الثاني قلبوا الناس على ولاه الامور، الوالي في كل بلد، والي العراق ووالي مصر ووالي الكوفه ووالي اللي معينهم عثمان بن عفان، قلبوا الناس عليهم. الامر الثالث طالبوا بعزل عثمان لانه لا يصلح للخلافه وقد اخذها بغير حق. فدي الثلاث نقط اللي بدأ يشعلها ويركز عليها، وبدأ الكلام ده زي ما بقول لكم ينتشر ينتشر ينتشر، ويمكن أكثر مكان انتشر فيه هذا المكان وحقق وعمل قلق شديد كان الكوفة. والسبب في كده إن يعني الكوفة كان الوالي عليها واحد اسمه سيدنا الوليد بن عقبة، فالوليد بن عقبة هو رجل عظيم، لكن الوليد بن عقبة يعني أخطأ بعض الشباب الموتورين في الكوفة فأدبهم وأقام عليهم الحد، عملوا كذا خطأ وشربوا خمر وزنوا فأقام عليهم الحد، فاتفقوا فيما بينهم إن هم يغروا ناس آخرين من الموتورين أتباع عبد الله بن سبأ ويروحوا كلهم لعثمان بن عفان ويقولوا له إن الوليد ابن عقبة شرب الخمر ونشهد عليه وإحنا شفناه بعينينا وأقسموا بالله وحلفوا. فأقام عليه عثمان بن عفان الحد، والرجل بريء، وعزله من مكانه وعين مكانه سيدنا سعيد بن العاص. فسيد بن العاص رايح بقى يدخل الكوفة، شوفوا كمية القلق داخل الكوفة، فخرجوا عليه بالسيوف قالوا والله لا تدخلها علينا أميرا أبدا. والغريب أن المكان اللي طلعوا عليه فيه ورجعوه كان عند القادسية، يعني شوفوا سبحان الله من العجائب من المكان اللي فرجع سعيد بن العاص لسيدنا عثمان بن عفان وقال فردوني، فقال فمن يريدون، طب هم عايزين مين؟ قالوا يريدون أبو موسى الأشعري، عايزين سيدنا أبو موسى الأشعري. قال لهم ذلك حاضر نديهم اللي هم عايزينه. فأمر سيدنا عثمان بن عفان أبو موسى الأشعري، انظروا لمين سيدنا عثمان بن عفان عايز يقول لهم ما عادش ليكوا حجة، أنا يعني كل عذر ليكوا بقطعه. فأنبعت سيدنا عثمان بن عفان أبو موسى الأشعري، فوصل أبو موسى الأشعري ففرحوا به، هم يعني ففرحوا به، فقالوا له صلي بنا، لأن أبو موسى أنتوا عارفين صوته جميل قوي، فبيقولوا له إيه صلي بنا بقى عايزين نسمع صوتك. فقال لا إلا على السمع والطاعة لعثمان، فقالوا نعم على السمع والطاعة لعثمان. فصلى بهم أبو موسى الأشعري، وأنبعت سيدنا عثمان بن عفان جواب لأهل الكوفة بعد ما ادالهم اللي هم عايزينه، مش انتوا عايزين ابو موسى ومش عايزين الوليد بن عقبه ومش عايزين سعيد بن العاص، ادي جايكم اللي انتوا عايزينه ابو موسى الاشعري، هو من اصحاب النبي موافق ليكم، لكن اسمعوا انا بعد بقول لكم ايه. الحقيقه خطاب رقيق جدا جدا جدا. الخطاب ده عمل في الكوفه حاجتين، قراه الصالحون فبكوا، وقراه الثائرون فازدادوا حنقا على عثمان وازدادوا براوة وحسوا ان هم يعني ايه خدوا يعني ايه ارضا وكسبوا مكسبا. فتعالوا نشوف الكلام اللي قاله سيدنا عثمان بن عفان، الرسالة اللي بعتها لأهل الكوفة بعد ما ولى عليهم ابو موسى الاشعري. بعت لهم يقول اما بعد فقد امرت عليكم من اخترتم واعفيتكم من سعيد، شوفوا واعفيتكم من سعيد، والله لأفرشن لكم عرضي، يعني مكانتي، عرضي هنا بمعنى مكانتي مذللة لكم زي ما انتوا عايزين، ولأبذلن لكم صبري ولأستصلحنكم بجهدي، أنا حب الكل جهدي لإصلاحكم، فلا تدعوني إلى شيء أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا أعطيتكم إياه حتى لا يكون لكم علي حجة. الحقيقة الكلمات الصغيرة اللي بعتها دي
أركب مدامع الصالحين. يا الخليفة بيرق لنا للدرجة دي؟ وزادت من رغبة الثائرين في مزيد من فده كان وضع الكوفة، وزي ما انتم شايفين بيتغير ولاه على طول على الكوفة. وبدأ يعني أبو عبد الله بن سبأ يحرك هذا الكلام، وبدأ الكلام يوصل للمدينة، بدأ يوصل لمسامع سيدنا عثمان بن عفان إن الكلام في إن الوضع بقى خطر جدا. فبدأ سيدنا عثمان بن عفان يجمع كبار الصحابة ويقول لهم أشيروا علي، نعمل إيه؟ أنا سامع إن فتن عمالة يعني تكبر في البلاد. فقالوا نشير عليك بأن ترسل كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار يهدئوا الناس، نشوف إيه الحكاية، ابعت كبار الصحابة يروحوا للبلاد. فبدأ بقى ينتقي، فشوفوا بقى الأسامي اللامعة الجميلة. فبعت عمار بن ياسر إلى مصر في كوكبة من الصحابة يقودهم عمار بن ياسر، وبعت القعقاع بن عمرو، فاكرين سيدنا إلى فين؟ تفتكروا يا دي فين؟ الكوفة طبعا مركز المشاكل، محتاجة واحد زي القعقاع بن عمرو. فبعت القعقاع بن عمرو ومعاه محمد بن مسلمة إلى الكوفة، اثنين من كبار الصحابة. وبعت إلى الشام سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبعت إلى البصرة أسامة بن زيد. شوفوا الأسامي اللي رايحة. فبعت الأسامي دي وقال لهم يعني شوفوا مشاكل الناس إيه وهدئوا الناس واسمعوا من الناس. فأول ما راحوا الصحابة دول لقوا ان عبد الله بن سبأ بيتحرك بدهاء شديد، فاسكت الناس بتوعه، قال لهم ما تعملوش فتنه لغايه ما الناس دي تروح وترجع. فراح الصحابه لقوا الدنيا هاديه ولقوا ان الناس صالحين ومفيش مشاكل، فرجع الصحابه دول مفيش كلام عن سيدنا عثمان بالسلب. فقام سيدنا عثمان بن عفان باعت ثاني كتاب الى كل الامصار يقول لكم عثمان اقترب موسم الحج، ده الحج للسنه اللي قبل موته على طول، اقترب موسم الحج، فمن كانت له مظلمه أو من شتم أو ضرب سرا فليأتني فآخذ له حقه من عمالي أو مني، فليشتمني أو يضربني أو يضرب عمالي إن كان له ذلك الحق، وله علي أجرة الذهاب والعودة، وكمان مصاريف الذهاب والعودة هدفعها من جيبي، فما يقلقش يجيني. فما جاء أحد. راح موسم الحج وانتظر، مفيش مشاكل، مفيش ثائرين. انظروا الامور عماله، امور عماله تمشي من تحت وتنظر على السطح، الامه بخير، وهو عدد الثائرين قليل اصلا مش عدد ضخم، لكن في مشاكل عماله تحصل. فقام سيدنا عثمان، كل ده سيدنا عثمان بن عفان بيحاول يحل الموضوع، هو بياخد اجراءات احسن، يظن البعض ان سيدنا عثمان كان سلبي، ابدا. قام سيدنا عثمان مفكر في طريقه ثالثه، فجمع كبار ولاه الامصار، قام جايب سيدنا معاويه بن ابي سفيان، وقام جايب عمرو بن العاص، وقام جايب عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وجاب الاسامي الكبيره، وجاب ابو موسى الاشعري، وجاب سعيد بن العاص، وجلس بينهم وقال اخبروني ما الامر؟ ما هذه الاذاعه؟ ما هذه الشكايه؟ الشكايه دي طبعا منين وايه الموضوع؟ فقال له معاويه بن ابي سفيان ان هذا امر يدبر بليل، يعني في اللي بيحصل ده امر بيتدبر في الخفا، احنا مش شايفينه. كل ده يا جماعه ما حدش عارف ان عبد الله بن سبأ هو اللي ورا الفتنه دي كلها، ان هذا امر يدبر بليل. فقال فما تشيرون علي؟ فقال له سعيد بن العاص يا امير المؤمنين ان لهذا الامر ان بحثنا رؤساء وامراء، ان يقتلوا تسكت الفتنه. فلنبحث في كل بلد عمن يقود هذا الامر فتقطع راسه. فقال له سيدنا عثمان بن عفان هذا هو الراي غير اني لا افعله. هو ده الرأي، هو الحل اللي خلص ان الناس دي جابته تقطع رقبتها، اللي يبان كده في البلاد تتجابه تقطع رقبته، بس انا ما عملش كده غير اني لا افعله، ولقد عهد الي رسول الله عهدا وانا صابر عليه حتى القى رسول الله. خلي بالكوا كلمة عهد الي رسول الله دي هيقعد يقولها كتير والناس مش فاهمة حاجة، هتيجي في الاخر لغاية ما نشوف ايه حكاية العهد اللي عهد اليه رسول الله وايه هو اللي صابر عليه. فضل الأمر بهذه الصورة لغاية ما جه شهر شوال سنة 35 هجرية. شهر شوال يا جماعة سنة 35 هجرية هو بداية تحرك الناس في كل الأمصار الإسلامية للحج، كل بقى هيبدأ إيه يلا نتحرك عشان نحج، فالناس بتطلع بدري بقى زي دلوقتي عشان يلحقوا موسم الحج، فالبلاد بدأت تفضى. فبدأ عبد الله بن سبأ يرتب مع ثلاث بلاد، الكوفة والبصرة ومصر، ما قدرش على الشام ولا الحجاز لأن الشام والحجاز في منتهى القوة، لكن هو قاعد جوه مصر بيرتب
والكوفة والبصرة سهل إثارة الناس فيهم، فبدأ يرتب في الثلاث بلدان دول نتقابل الناس كلها طالعة للحج، اطلعوا على انكم طالعين تحجوا، وبدل ما تطلعوا على مكة اطلعوا على المدينة نحصرها، ينرغموا على ان هو يعني يتنازل يا اما نقتله. وبدأ يؤمر ان كل بلد تجهز الناس بتوعها على ان هم حجاج. خلي بالكم الناس الثائرين اللي طالعين دول منهم ناس شديد الكراهية للإسلام، ومنهم ناس مش فاهمة، ثائر كده أهوج يعني طائش أو متحمس حماسة زائدة أو مش فاهم الحق فين، وطالع كده سمع كلام عمال يتقال وسايب ودنه. وده يعني يعلمنا نحن المسلمين التثبت من الأخبار، وإن احنا ما نشعلش فتن أبدا، ولا نهيج إن نكون يعني في حالة من الإطمئنان واليقظة معنا مهم قوي. فبدأ سيدنا عثمان بن عفان يعني فاهم الناس طالع الحج والأمور مستقرة، حتى أهل المدينة الصحابة نفسهم طالعين يحجوا، فهتبدأ المدينة كمان تفضى، وهتبدأ المدينة ما فيش فيها صحاب كتيرة، والمدينة ما فيش فيها ناس تدافع كتير. وبدأ الثائرون بيتحركوا، وبدأ عبد الله بن سبأ يحرك من كل بلد أربع فرق، يعني مصر يطلع منها أربع فرق عشان ما يجونش إن هم كتير، كل فرقة 150 واحد، يبقى كل بلد هيطلع منها 600، مصر طالع منها 600، والكوفة طالع منها 600، والبصرة طالع منها 600، كل 600 متقسمين أربع فرق، كل فرقة 150 واحد، يعني هم في الآخر على بعضهم اللي هيعملوا الحصار على المدينة 1800 واحد، ممكن يبقى لهم أتباع آخرين بس العدد مش ضخم، بس الأمة كلها بتحج والأمة كلها مش حاسة إن في مشكلة. وبدأ الـ 1800 دول بيصحفوا إلى المدينة لغاية ما وصلوا عند حدود المدينة في نهاية شهر شوال وبداية شهر ذي القعدة، وحصروا المدينة ووقفوا على حدود المدينة. تعالوا نشوف هيعملوا إيه وهيتصرف إزاي سيدنا عثمان بن عفان بعد الحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل. وبدأت بذور الفتنة زي ما بقول لكم يتحركهم، طلعت بقى، طلعوا من مصر وطلعوا من الكوفة وطلعوا من البصرة، وصلوا عند حدود المدينة وبدأوا ينزلوا على بعد ميل ولا 2 ميل، خلاص على حدود المدينة خالص، وبدأوا يبعثوا ناس منهم أهل المدينة عشان هم أقرب ناس، لسه في ناس منهم طلعت للحج وفي ناس لسه ما طلعتش من الحج. فمن الصحابة اللي لسه ما طلعوش للحج لسه سيدنا علي بن أبي طالب موجود، والزبير موجود، وطلحة بن عبيد الله موجود، مجموعة من كبار، والحسن والحسين، مجموعة من كبار الصحابة موجودين، لكن في كتير قوي ناس خلاص طلعت وراحت مكة للحج. وبدأوا يقربوا من المدينة وقالوا نبعت من كل بلد واحد مننا يشوف أخبار المدينة إيه، ويشوف هل في استعدادات جوه وفي جيش جوه، ونقابل كبار الصحابة من غير عثمان بن عفان. عبد الله بن سبأ لأنه مش قضيته قتل عثمان، لأن قضيته عايز يلغي الخلافة الإسلامية، فعمل حاجة عجيبة جدا، بدأ يوجه كل واحد، كل مجموعة من اللي طالعين يخليهم يستميلوا إن مين يبقى الخليفة بعد عثمان، فما خلاهمش كلهم يتفقوا على واحد عشان عايز تفضل الخناقة مستمرة وتفضل الحرب مستمرة. فاتفق مع أهل الكوفة وخلى أهل الكوفة يميلون إلى الزبير، وخلى أهل البصرة يميلون إلى طلحة، وخلى أهل مصر يميلون إلى علي. انظر على فكرة الفرق اللي طلع كل فرقة عليها يعني رئيس أو أمير، والفرق كلها لها كبير في الآخر أو مدير أو رئيس في الآخر. طب وهو عبد الله بن سبأ بره القصة خالص، يعمل في الظل، يعني تحس إن الدنيا ما اتغيرتش، تحس إن الأسلوب واحد والكيد واحد والطريقة واحدة. فبدأ عبد الله بن سبأ يعني يختبئ في الظل ويترك هؤلاء الناس يتحركون، وهو اللي بيحرك الأمور، وجعل كل بلد تميل علشان حتى لو قتل عثمان يبدأ الثورة بقى بين الناس وبعضها، مين يبقى الخليفة، دول بيقولوا الزبير ودول بيقول طلحة ودول بيقولوا علي. وأما أجج الفتنة أكتر فخلى كل مجموعة من الناس المحاصرة المدينة يبعتوا كده فريق منهم دبلوماسي كده يروحوا يقابلوا واحد اللي هم ميالين إليه، فبعت ناس لعلي يقولوا له يعني نزيح عثمان وتكون أنت الخليفة، وبعت ناس لطلحة يقولوا له نزيح عثمان وتكون أنت الخليفة، وبعت ناس لطلحة يقولوا له نفس الكلام. فأما علي بن أبي طالب فلما ذهبوا إليه فنظر إليهم وقال قد علم الصالحون أن هذا الجيش ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي فاهمة في الدين تعرف النبي لو عايش يلعن الجيش ده.
قد علم الصالحون أن هذا الجيش ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا فلا صاحبكم الله. فراحوا للزبير، المجموعة الثانية راحت للزبير بن عوام، فإذا به ما كانش قاعدين مع بعض طبعا، ده كل واحد رايحينه في السر. فإذا به يا سبحان الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد علم الصالحون أن هذا الجيش ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا فلا صاحبكم الله. بيقول نفس الكلام بالملي، أم رايحين للتالت طلحة، قال قد علم الصالحون أن هذا الجيش ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا فلا صاحبكم الله. فرجعوا لعبد الله بن سبأ وقالوا المدينة متمسكة أوي، وقد رأينا علي بن أبي طالب وقد لبس عمامة النبي وتقلد السيف في مجموعة من ده لابس ده بيستعد لو دخلنا هيحاربونا، وده علي بن أبي طالب، عارف يعني ايه علي بن أبي طالب؟ عبد الله بن سبأ الخبيث فقال لهم، بدأ يحس ان الناس الثائرين معاه هبطوا، فاهمين؟ وان هو قال لهم لازم هيلاقي لا الناس هبطت خلاص، ولقت ان علي قوي بيقول لا عثمان، والتاني بيقول عثمان، والتالت بيقول عثمان، وبدأوا كده يحصل عندهم تراخي. قال اذا رجعوا، وبدأوا فعلا يرجعوا، وبدأت المدينة تحس ان الموضوع خلاص انتهى، فبدأ ناس تانية تطلع عايزة تسافر وعايزة، لكن سيدنا علي بن ابي طالب ما رضيش يطلع، حاسس ان ممكن يكون لسه الموضوع له بقايا، وان الفتنه مش هتخلص بالراحه كده. فبدات الناس ترجع، وهم راجعين وصل المصريين لغايه منطقه تسمى البويب، دي اللي هي الخط الفاصل بين الحجاز ومصر او بوابه مصر من ناحيه الحجاز، وصلوا لغايه البويب خلاص بقى بينصرفوا، واهل العراق رجعوا وتفرقوا ثلاث فرق، كل مجموعه راجعه في طريقها، واذا برجل يحمل رساله يقترب من كل فرقه، يقول لهم تنحوا عني فإني معي رسالة من أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، فإني معي رسالة من أمير المؤمنين إلى عامله بالكوفة. يعني هو لو واحد معاه رسالة من أمير المؤمنين لعامله بالكوفة هيعدي في وسط الناس ويقول لهم وسعوا وسعوا يا عم الصحراء واسعة، يعني ما وسعوا وسعوا أنا معايا رسالة من ده هو بيقول لهم اقبضوا علي، مش كده؟ ده هو بيقول لهم امسكوني، ده الكتاب ده فيه حاجة، ده كتاب مزور. يعني شوفوا يا جماعة الفتنة عمالة ازاي تصاغ للأمة. والله يا جماعة أنا كنت بقول الحلقة اللي فاتت، مش المجني عليه عثمان بن عفان، المجني عليه الأمة، المجني عليها عقول أمة بقت مش عارفة مين عدوها من مين حبيبها، المجني عليه إن الحلقة دي بتقول انظر كيف عدوك بيريد القضاء عليك بنفس الطريقة، انظر لمخالب الشيطان، شايف الشيطان وهو بيتحرك، شايف أعداء الإسلام وهما بيتحركوا، عرفوا أن المواجهة بالسلاح وجها لوجه ما تمديش مع الأمة دي، فكان لابد من الدسائس والمكائد من تحت لتحت. تنحوا فإني معي رسالة من أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، فأمسكوا بي طبعا، وقالوا أرنا الرسالة، لا لا فيلم عرب، ورينا الرسالة، فأخذوا منه رسالة، ففتحوا الرسالة فإذا بها من عثمان بن عفان إلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، إذا عاد هؤلاء الثائرون فاقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل واقتلهم أمام الناس. وخاتم سيدنا عثمان بن عفان، خاتم مزور. فدبت الثورة أضعاف أضعاف ما كانوا جايين به، وكأنما فجأة التقوا الثلاثة، وده يؤكد أكثر إن الكتاب الثلاثة التقوا في نفس المكان مجتمعين ودخلوا المدينة ثائرين، واختفى عبد الله بن سبأ، وقد علم أن الموضوع خلاص هيتم كيفما يشاء، ولم يظهر له أي بادرة بعد كده، مش هيظهر في الصورة بعد كده. ودخل الفرق الثلاثة إلى داخل المدينة وبدأوا يعوثوا في الأرض فسادا. أول ما دخلوا المدينة بيقولك فاستيقظ أهل المدينة على صراخ الله أكبر، شوفوا لما الدنيا تتلخبط الله أكبر، ده هم اللي بيقولوا الثائرون الله أكبر الله أكبر، فانزعج أهل المدينة إيه في إيه في إيه، وبدأ الحصار وبدأوا يقتربوا يعني من مسجد، يعني انتشروا في المدينة لكن بدأوا يقتربوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيت عثمان بن عفان، وبدأ الحصار على بيت سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان أم جامع كبار الصحابة، فقال أشيروا علي، فقال له يعني الوقت دون، يعني قال له يعني سيدنا علي بن أبي طالب وكبار الصحابة نقاتلهم، طبعا نقاتلهم، نخش عليهم ونقاتلهم. فأبى عثمان قال لا والله لا أفعل،
أمير المؤمنين ليس لهم إلا القتال، ما لهمش غير أن نحاربهم. فقال لا والله لا أفعل. فدخل عليه الأنصار ودخل عليه سيدنا زيد بن ثابت، عارفينه اللي جمع القرآن، وقال زيد بن ثابت يا أمير المؤمنين معي الأنصار بالخارج قد لبسوا السلاح، لابسين السلاح، يقولون لك قد كنا أنصار رسول الله بالأمس ونحب أن نكون أنصار الله اليوم، احنا عايزين فلنكن الأنصار مرتين، يعني نكرر الأنصار مرة كمان، دعنا نخرج ونقاتلهم. فقال لا والله لا أفعل. فأرسل إليه معاوية بن أبي سفيان، سيدنا معاوية بن أبي سفيان مستقر في الشام وفي حالة قوة في الشام، فأرسل إليه معاوية بن أبي سفيان يا أمير المؤمنين احضر إلينا فنحن في منعة في الشام، نحميك، تعالنا في الشام نحافظ عليك ونحميك، مش هيحصل لك حاجة لو بتنا الشام وينتهي الموضوع. قال ما كنت لأترب جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع عنقي، أأترك رسول الله وقد صار عمري هكذا وألحق بالشام؟ يعني معقولة أسيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أتحب لي يا معاوية أن يقولون خرج خائفا يهرب إلى الشام؟ والله إني لأستحي من الله أن أخرج بهذه الصورة. الحياء، واخدين بالكم في كل حاجة، بس حياء، حياء في شجاعة مش حياء في خضوع. ما ينفعش، ما ينفعش أنا أخرج هربان، ما ينفعش. فقال له معاوية بن أبي سفيان إذا نرسل إليك جنودا من الشام يحمونك. فقال ما كنت لأفزع أهل المدينة بجيوش من خارج المدينة. يعني أنا أفزع أهل المدينة بجيوش تأتي من خارج المدينة؟ فقال إذا لتغتلن، أنت هتتقتل. قال أعلم، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا عارف أن أنا هتقتل، حسبي الله ونعم الوكيل. فاجتمع عليه الصحابة تاني وخرج علي بن أبي طالب. الحياة يا جماعة، سيدنا علي كان بيقود جوه المدينة، يجهز المدينة للمواجهة، وبدأ يلبس تاني لبس الحرب، وبدأ يخرج تاني لسيدنا عثمان بن عفان. فقال له عثمان لا والله. فقال المغيرة بن شعبة وقال علي بن أبي طالب وقال طلحة بن عبيد الله نخيرك بين ثلاث. قدامك يا سيدنا عثمان، بقى في الآخر احنا تعبنا، قدامك ثلاث اختيارات: إما أن تلبس لبس الإحرام وتقول أنا خارج للحج فلن يقتلوك بهذا ولن يقتربوا منك بهذا اللبس لو لقوك لابس لبس الإحرام، وإما أن تخرج إلى الشام لتلحق بمعاوية بن أبي سفيان، وإما أن تأذن لنا فنقاتلهم. قال والله لا أقبل واحدة من الثلاثة، أما الخروج بلبس الإحرام فوالله إنهم يرون الآن ضلالا. يعني مش هتفرق معهم إن احنا لابسين حقيقة، يعني هيعملوا اللي هم عايزينه مع دول كارهين للإسلام، مش ناس مؤمنة، ناس طايعة لله ورسوله، فمش هيفرق أنا هلبس إيه. وأما خروجي إلى الشام فلا أترك جوار رسول الله أبدا، ولا يقولن أحد أبدا إن عثمان خرج هاربا إلى الشام وترك مدينة رسول الله وحدها، أنا ما أعملش أبدا كده في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة فوالله لا أقاتل أبدا. أنا عايز أسألكم سؤال يا أخوان، هو سيدنا عثمان مش عايز يقاتل ليه؟ هل دي سلبية؟ هل هو غير قادر على القتال؟ هل هو ضعيف؟ هل هو خائف؟ ليه ما يقاتلش؟ وليه ما يوافقش على القتال؟ حد عنده رد أو حد عنده تعليق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث يعني بيخلينا ازاي نحب سيدنا عثمان ومنتهى الشجن، يعني فعلا الواحد بيستمع لهذا الحديث بمنتهى الشجن. شخصية سيدنا عثمان من الصحابيين اللي أمة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة كان بيشيد بيه. لا لا، أعتقده أن موقف الفتنة كان بالنسبة للأمة الإسلامية كان موقف جديد بالنسبة للأمة وبالنسبة لسيدنا عثمان. موقف جديد ما حصلش قبل كده. وسيدنا عثمان كان ممكن يكون إجابة أكتر من كده بكتير جدا. إنما اللي حصل إن هو الإيجابية بتاعته كانت هتوصل الأمة إلى حرب أهلية. وبعدين كان بيربط الأمة الإسلامية في هذا الوقت كان المبادئ اللي هي بتاعت الصحابة أيام صلى الله عليه وسلم، كان بيربطها مبادئ والأخلاق، كان بيربطها هذا. ده الوضع بداية الحاجة، إن المدينة إزاي عاصمة الخلافة الإسلامية، الثوار بإيه بيدخلوا ويخرجوا وبتاع، يعني مفيش القواعد العادية اللي احنا عارفينها النهاردة اللي سيدنا معاوية أرساها بعد كده في الدولة الأموية. إن عاصمة الخلافة لها وضع ولها أمان ولها أمن، إنما إزاي أنا ما أعتقدش يعني أو متصورش. عايز تقول إن كان بيحكم حركة المسلمين قواعد الأخلاق، قواعد أخلاق أكثر من نظام، يبقى في نظام الدولة يعني. العادي اللي احنا عارفينه دلوقتي اللي هو ابتدى من أيام سيدنا معاوية، في صحابة كتير أسامي كبيرة أول حاجة قلتها توفوا، وفي ناس كتير قوي دخلوا في الإسلام، فبقت تجربة جديدة. كان ممكن سيدنا معاوية بدليل الكلام اللي حضرتك قلته كان يصدق كلام
عمرو بن العاص ان هو فعلا ابتدى يقتل أئمة، يعني رفض كل الحلول اللي هي ممكن تخليه ايه يعني يريق دم. فهو الإيجابية بتاعته كان يعلم انها ممكن تزود، زائد ان برضه حضرتك قلت برضه كلمة كانت جميلة جدا، ان برضه هو يعلم ان احتمال مقتله كان فعلا يحل الايه الموضوع بالايه. يعني انا عايز اعلق، جزاكم الله خيرا، انا عايز اعلق على الكلام ده بجواب سيدنا عثمان بعته للصحابة ولولاة الامصار اللي طلبوا منه التدخل بعنف، قالوا له الحل نقاتل نقتلهم، اللي جايين بالفتنة دول يقتلوا. فرد عليهم سيدنا عثمان بن عفان بهذا الخطاب، شوفوا بيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمعت ما اشرتم به، وان لكل امر باب، وان باب هذا الامر اللين والمؤاتاة. كل حاجة في الدنيا لها باب يتدخل منه، والفتنة اللي احنا فيها دي انا شايف ان مش مدخلها القوة، مدخلها اللين والمؤاتاة، وان هذا الباب لن يغلق حتى لو خدت العنف. فاهمين عايز يقول لهم ايه؟ حتى لو واجهت بقوة الموضوع مش هيخلص، الموضوع شكله فتنة شديدة، لن يغلق، وان هذا الامر الذي يخاف على هذه الامة كائن. الموضوع ده هيحصل، هيحصل فتنة، فاذا كان سيفتح الباب سيفتح، يعني هو الموضوع كده كده فيه فتنة، فليفتح وليس لاحد علي حجة. ووالله ان روح الفتنة لدائرة، الفتنة عمالة بتدور وبتقرب. فطوبى لعثمان ان مات ولم يحركها. يا بخت عثمان لو مات وهو اللي مش محرك الفتنة. فقال هذا الكلام، فقال علي بن ابي طالب: اللهم انك تشهد اني قد بذلت جهدي. انا مش عارف اعمل ايه، هو مكتفنا، مانع اي حد يحارب، مانع اي حد يمسك بسيف، واحنا مش عارفين نتصرف. فاللهم اني اشهدك اني قد بذلت جهدي. يعني ده كان اول 20 يوم من وجود المحاصرين دول في المدينة. النهاردة احنا دخلنا في الحجة، وبدأ يعني مناسك الحجة تقترب، وبدأ الحصار على بيت سيدنا عثمان يضيق جدا جدا جدا، حتى منعوه الماء، ما عادش لقي يشرب، ما عادش لقي ياكل. فقال: استحلفكم بالله اعطوني ماء، فأدخلوا عليه ماء بحر، ماء مملح. فقال: أهكذا يفعل بي؟ فأشاروا عليه بماء نتن، ماء فيه قبرات وأوساخ. فقال: أعطوني طعاما. وبدأ الحصار على سيدنا عثمان بن عفان يشتد قوي. تعالوا نشوف اللحظات الأخيرة لوفاة سيدنا عثمان بن عفان بعد الفصل. سيدنا عثمان دلوقتي 82 سنة، ودي يعني اخر 20 يوم قبل مقتله. بدأوا يكترئوا عليه اكتراء شديد جدا، فزي ما بقول لكم بدأ يتمنع عنه الطعام والشراب. وبدأت امهات المسلمين ام حبيبة والسيدة صفية يهربوا المية لسيدنا عثمان بن عفان. وام حبيبة في مرة يعني الثوار لقوها داخلة بماء تريد ان تدخل عليه، فيعني قطعوا حزام الناقة البغلة بتاعتها، فسقطت أم حبيبة عن البغلة، يعني زوجة النبي أم المؤمنين. فقام أهل المدينة يعني يأخذون بأيديها ويرفعونها حتى كادت أن تموت. ابتدى سيدنا علي بن أبي طالب يحمل الماء يريد أن يدخل به على سيدنا عثمان بن عفان، ويمكن نجحوا بعض المرات أن يدخلوا الماء والتضييق يزيد. وبدأ سيدنا عثمان يعني كل ده، وسيدنا عثمان يريد أن يتحرك ولا يريد لدم واحد، يقول: والله لا ألقى الله بدم امرئ مسلم، والله لا أكون سببا في دم امرئ مسلم. هو سيدنا عثمان كان بوجهة نظر ان الموضوع كده كده مش هيتحل حتى لو قتلنا، الموضوع لو انا مت الفتنة هتهدأ. هو ده يا جماعة الملخص في الاخر. سيدنا عثمان شايف لما انا هموت كل الكلام ده هيهدأ، وان الامة هيحصل لها نضج. ولعله كان عنده دلائل من كلام النبي معاه زمان، فهو عنده احساس ان لازم اصبر ومش هخلي ولا واحد يتدخل ويحافظ عليا. كل يوم سيدنا علي بن ابي طالب يبعث صحابه، ولاد الصحابه كلهم، يعني شباب الصحابه اللي هم ولاد الجيل الاول كلهم على باب سيدنا عثمان بن عفان،
الحسن ابن علي والحسين ابن علي وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، كل شباب الصحابة موجودين على باب وردهم عثمان، عودوا إلى بيوتكم، لا أريد لأحد أن يدافع عني، سيبوني. هو سيدنا عثمان يا جماعة دي مش سلبية، ده هو منتهى الصبر ومنتهى الصدق ومنتهى الشجاعة، وفي السن الكبير دون هو يرى إن الفتنة مستمرة وإن الباب لم يغلق، لكن لو هو مات الثائرون دول هيهدوا ولعبة عبد الله بن سبع هتقف، هو يرى ذلك، فقرر أن يعني يجود بنفسه. فبدأ سيدنا عثمان بن عفان يعني يخرج للصلاة بالمسلمين، يصلي بالمسلمين ويرجع، يصلي بالمسلمين ويرجع، لغاية ما بدأوا يكترئوا عليه أثناء خروجه. فبدأ واحد منهم يتوعده ويقول له والله لأقتلنك ولأحملنك على ناقة جرباء وأجرك في شوارع المدينة. ومرة طلع يخطب الجمعة على عصا، تخيلوا ده بيتقال لي مين يا اخوانا؟ ده بيتقال لحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ذو النورين، زوج رقية وأم كلثوم. ويطلع مرة يخطب على منبر النبي وهو بيتوكأ على العصا اللي كان بيمسكها النبي وهو بيعتمد عليها أثناء ما كان بيخطب النبي الجمعة، فجاء رجل من الثائرين، هم كارهين للإسلام أصلا يعني، دول مدعيين إسلام، وأخذ العصا من يد سيدنا عثمان بن عفان ووضعها على فخذه وكسرها، عصية النبي صلى الله عليه وسلم، فطارت شظية من العصا حتة خشبة كده فدخلت في قدمه. يقولون والله لقد قطعت قدم ذلك الرجل، مشيت فيها الأكلة لغاية ما قطعوا له قدمه لما كسر عصاية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل سيدنا عثمان بعد ذلك في حصار شديد، ما عادش عارف يخرج، فنادى أفي المسجد صحابة رسول الله؟ المسجد ساعتها امتلأ بالثوار وامتلأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر خطبة لسيدنا عثمان بن عفان، أفي المسجد أصحاب رسول الله؟ فقالوا نعم. قال أفيكم علي؟ قالوا نعم. قال أفيكم الزبير؟ قالوا نعم. قال أفيكم طلحة؟ قالوا نعم. قال أتسمعيني يا أم المؤمنين عائشة؟ الناس بقت تسكت، ده هيقول كلام مهم. قال أناشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جئنا إلى المدينة قال من يشتري بئر رومة يسقي منها المسلمين وله بذلك مثلها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي وسقيت منها المسلمين، ففرح بي رسول الله وقال لك بها الجنة، أناشدكم بالله والإسلام، أفعلت ذلك؟ فصرخ الصحابة اللهم نعم، فقال اللهم لك الحمد، وأنتم اليوم تمنعونني شربة ماء حتى أشرب من ماء البحر، أناشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يزيد في بيت الله وله بذلك بيتا في الجنة، فاشتريت به دار فلان من صلب مالي ووسعت به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي في مسجد رسول الله؟ فقالوا اللهم نعم، قال أناشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن النبي وقف على منبره وقال من يجهز جيش العسرة؟ فلم يقم أحد، فقمت أنا وقلت نعم أنا أجهز يا رسول الله، علي 300 بعير 300 ناقة بأحلاسها وأقطابها. فقال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك؟ فقالوا اللهم نعم، فقال فأنتم اليوم تمنعونني أن أقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أناشدكم بالله والإسلام. بيقول لك فبدأ يسمع، بدأ الناس تتميز في المسجد، ناس بتبكي صحابة وناس ثائرة تزداد حنقا، كفر أعداء للإسلام كارهين للإسلام، وبدأ الناس في المسجد تتميز، ناس عمالة تبكي من كلام سيدنا عثمان، عمال يفكرهم عمل إيه. فقال أين الزبير؟ أذكرك بالله يا الزبير، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول عثمان بن عفان حبيبي في الدنيا والآخرة؟ عثمان بن عفان من أهل الجنة؟ فقال الزبير أشهد أنه قال. فقال أناشدك بالله والإسلام يا طلحة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يقول ليأخذ كل منكم بيد جليسه
فأخذ كل منكم بيد الذي بجواره، وقام النبي فأخذ بيدي، وقال عثمان جليسي في الدنيا والآخرة، فقالوا اللهم نعم، فقال أناشدكم بالله والإسلام، هل سمعتم أن رسول الله وقف على جبل أحد وقال أثبت أحد يوم ارتجف الجبل، وقال أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين، فهذا أبو بكر الصديق وهذا عمر الشهيد وأنا بذلك الشهيد الثاني، فقالوا نعم سمعناه من رسول الله نشهد على ذلك، فقال الله أكبر اللهم لك الحمد شهدوا لي بالشهادة شهدوا لي بالشهادة. تخيل واحد 82 سنة بهذه القوة وهذا يعني الإيمان وهذا الصدق وهذا الصبر، أناشدك بالله يا أم المؤمنين عائشة دخلت علينا أنا ورسول الله، ورسول الله قد وضع قدمه على فخذي وهو يتنزل عليه الوحي، وأنا أكتب عنه الوحي وهو يقول أكتب يا عثيم أشهدكم أنكم إن قتلتموني فوالله لا تتحابوا بعدي أبدا. ثم قال على ما تقتلونني، هتقتلوني على إيه؟ أسفكت دم لكم؟ أرتدت عن ديني؟ أأخذت منكم مظلمة ولم أعطيها لكم؟ على ما تقتلوني؟ أما فاشهدوا يا أصحاب رسول الله أني بريء حتى تلقوني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل يعني بيقول لك المسجد بعد ذلك الصحابة، طب خلينا ندافع عنك، فعاد الصحابة مرة أخرى دعنا ندافع، فقال لا والله لا أكون أول من سفك دم في أمة محمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتبع بدعة جديدة أول واحد بعد رسول الله يسفك الدماء جوه الأمة. ثم أرأيتم وهم كثير وأنتم تقاتلونهم ماذا أقول لربي إن قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضل سائرون، لكن لو صحبت النبي اتقتل وأقول لربنا إيه؟ فليقتلونني أني، أنا أقي مسلمين بدمي، أقي مسلمين بنفسي، يعني وقرر هذا القرار واتخذ هذا القرار. وبدأ سيدنا يعني عثمان بن عفان يناشد الناس إلزموا بيوتكم، إلزموا بيوتكم، وازداد الحال على سيدنا عثمان بعد ذلك ما تعدلتش الأمور، فأرسل رسولا إلى الثائرين يقول لهم ماذا تريدون؟ طب قولوا لي عايزين إيه؟ فقالوا له اترك الخلافة وليختار الناس من شاء بعدك. فقال لا والله لا أخلع سربالا سربلنه الله تبارك وتعالى، ربنا يلبسني لباس وأخلعه؟ لقد عهد إلي رسول الله عهدا وإني مواف رسول الله عليه. هو إيه الموضوع؟ هو سيدنا عثمان بن عفان رفض لي، طب ما كان يحل المشكلة ويتنازل عن الخلافة وأي حد تاني يخلف. يا جماعة لو كل خليفة حد ارتد عليه يعمل كده فقدت الخلافة هيبتها وبقى ملهاش قيمة. فرأى سيدنا عثمان بن عفان لا، أنا أثبت وأفضل على ما أنا عليه وتحمل ما أتحمله، لكن لا أتنازل أبدا، ربنا يحطني في مكان وأتنازل عن هذا المكان. الحقيقة قبل ما نوصل للحظات الوفاة نفتكر إشارات نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان بن عفان. فمن هذه الإشارات النبوية أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين. ومن الإشارات النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قالها لعثمان كذا مرة على فكرة، قالها لسيدنا عثمان كتير. من الإشارات النبوية أن أبو موسى الأشعري كان قاعد مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجيت سيدنا أبو بكر الصديق فقال له النبي ائذن له يا أبو موسى خليه يخش وبشره بالجنة، فجلس بجوار النبي عن يمينه. فجاء عمر بن الخطاب فاستأذن فقال النبي ائذن له يا أبو موسى وبشره بالجنة، فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عثمان بن عفان فقال أذن له يا أبو موسى وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان أصبر إن شاء الله. فدخل عثمان فلم يجد مكان بجوار النبي وأبو بكر وعمر، فجلس عن الناحية المقابلة، ففسرها المفسرون بأن هؤلاء سيدفنوا سويا وهذا يدفن في الناحية المقابلة. ثم
إشارة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر: جلسنا يوما مع النبي وظل النبي يحدثنا عن الفتن، في فتن هتحصل، وقعد يحكينا، ثم قال النبي: وفي هذه الفتن لا ينجو ولا يكون على الحق إلا هذا الرجل المقنع. واحد لابس قناع ومعدي كده الدنيا حرفة، متقنع، لا ينجو من الفتنة ويكون على الحق إلا من كان مع هذا المقنع. ثم قال: وإنه ليقتل مظلوما في الفتنة. يقول عبد الله بن عمر عايز يعرف عشان لو الدنيا جت يضمن على نفسه. فجريت وأمسكت به وقلت له: انتظر. فقلت: يا رسول الله، هذا الرجل، عشان أبقى معاه عشان لو حصلت الفتنة، يا رسول الله هذا الرجل؟ فقال النبي: نعم. فأزحت اللتان فإذا هو عثمان بن عفان، هو دل على الحق وهو دل حيقتل مظلوما. فالإشارات واضحة. الإشارة اللي أكثر من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان، تقول السيدة عائشة: دخل علينا عثمان يوما في بيت النبي فقال له النبي: أدن مني يا عثمان، وقال لي: تنحي عنا. وظل يناجيه يقول له: أدن مني، فانكب علي. فظل يناجي طويلا، ثم رفع النبي رأسه وقال له: أفهمت؟ فقال: نعم. فقال له النبي: أعقلت؟ قال: نعم. قال: فادن مني. فدن منه. فظل النبي يسارره كثيرا كثيرا كثيرا، ثم رفع رأسه: أفهمت؟ قال: نعم. أعقلت؟ قال: نعم. فقال له: أدن مني، فانكب عليه. فظل يسارره، فقال له: أفهمت؟ أوعاه عقلك؟ فقال: يا رسول الله، سمعته أذناي ووعاه قلبي وعقلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر حتى تلقاني. يا ترى النبي قال له ايه؟ لعله قال له كل اللي بيحصل ده، لعله قال له كل اللي احنا قلناه في الحلقة دي، لعله قال له اصبر، لعله قال له لو واجهت بالقوة الفتنة هتزيد، مش كده؟ لعله قال له اصبر واوعى تتنازل على الخلافة. عشان كده سيدنا عثمان ثابت قوي يا جماعة، ده متبع قوي، ده زي ابو بكر وعمر في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثابت ثبات شديد، مصر على اتباع النبي بمنتهى الدقة ومنتهى الشدة. اثبت. ومن الاشارات النبوية العجيبة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، لعل الله تبارك وتعالى يلبسك قميصا فان راودوك على خلعه فلا تفعل. كلام واضح. فلما قالوا له تنازل عن الخلافة افتكر الحديث، انظر للتعلق برسول الله، افتكر الحديث: فإن راودوك على خلعه فلا تفعل. خلاص مش هخلع هذا القميص، أنا باقي في الخلافة، أكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن ذلك الخير هو للأمة، ولعل الأمة تنضج، ولعل موتي يحمي دماء المسلمين ويكون هو الخير. وقرر عثمان أن يبقى وحده. سيدنا علي بن أبي طالب مش قادر، أم داعت ولاده الحسن والحسين وقال لهم: ابقوا على باب عثمان بن عفان. وبقي عثمان بن عفان لغاية ما جت يوم الخميس ليلة الجمعة. هو مات يوم الجمعة، ليلة الخميس يعني في هذه الليلة، وكان واحد من الصحابة بيحموا بيته، وكان الكلام ده في أيام التشريق، يعني بعد ما الحج خلص بكام يوم، قيل ان هو او بعد ايام التشريق بقليل، لان هو قتل يوم 18 ذي الحجة. ففي الايام دي والثائرون بدأوا يحسوا ان معاوية بن ابي سفيان بدأ يتحرك بجيش، ما هو خلاص بقى، فبدأ معاوية بن ابي سفيان مش قادر يصبر، فبدأ يتحرك بجيش من الشام، وبدأ القعقاع بن عمرو يتحرك بجيش من الكوفة، وبدأ عبد الله بن ابي الصرح يتحرك بجيش من مصر عشان يحموا الخليفة، بس خلاص مش هيلحقوا، وهو عايز كده، وهو راضي بقدره كده. أحاطوا بيه، وفي ليلة الخميس رأى رؤية. هو كان صايم. سيدنا عثمان بن عفان على فكرة يا جماعة كان صوام قوام شديد، كثير الصيام كثير الصوم، غير كان يصوم صيام داود، يصوم تخيلوا الغني قوي داود، قوي 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 الغني قوي ده، يصوم يوم ويفطر يوم. ومش كده وبس، فوق ان هو كان صوام بهذه الصورة كان يقوم أغلب الليل، وروي عنه أنه كان يختم القرآن كثيرا جدا، وبالذات يختمه في قيام الليل. يا جماعة 82 سنة وبيختم القرآن في قيام الليل، شايف؟ فجت الليلة الأخيرة وكان يعني هو بيصوم الخميس، فقال له، فرأى رؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في المنام يقول له: عطشوك يا عثمان؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: جوعوك يا عثمان؟ فقال: نعم يا رسول الله.
فقال: حاصروك يا عثمان؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: تحب أن تصوم غدا وتفطر عندنا ليلة غدا أنا وأنت وأبو بكر وعمر؟ فقال: نعم يا رسول الله. فاستيقظ من نومه يضحك، يعني هو واحد محاصر يعني، لكن استيقظ بيضحك: أنا هفطر بكرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بكرة الفطار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأبو بكر وعمر ومعنا الرسول في الجنة، وابقى صبرت وابقى حميت الأمة، ويبقى الأمة ولا واحد مات، إنما أنا بس تاني يوم الصبح نادى خادم عنده فقال: تعالى، كنت قد عركت أذنك منذ سنوات، خذ أذني فشدها. أنا كنت شديت ودنك، خذ ودني شدها. فاستحى العبد فقال: يا بني، أقسمت عليك سألقى ربي غدا، خذ أذني فعركها. فالغلام مكسوف فمسك ودنه بس كده، فقال: أشدد عليها فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، يعني اقتص مني في الدنيا ولأنه يقتص مني في الآخرة. لغاية ما جت اللحظات الأخيرة وبدأوا يشعلوا الحريق في باب سيدنا عثمان بن عفان ويولعوا نار في الباب، فبدأ الصحابة يجوا من المدينة والشباب المسلمين يجوا على المدينة وهو يصرخ فيهم: دعوهم، أقسمت عليكم أن تعودوا إلى بيوتكم، أقسمت عليكم أن تعودوا إلى بيوتكم. فعاد الناس إلى بيوتهم ولم يبق إلا اثنين: الحسن بن علي وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وبدأ الثائرون عايزين يدخلوا، فجاءت مراته سيدة نائلة وقالت له: يعني دعني أنزع حجابي وأكشف عن شعري لعلهم يرون شعري فيستحيون، يعني إن مش معقولة إن حرم أصلا كان حرمات المسلمين ساعتها حاجة، يعني إن واحد يشوف امرأة عارية الشعر لازم يودي وشه الناحية التانية، ما ينفعش، فسيبني أخرج عليهم كده. فقال عثمان: والله لئن أقطع ويقطعوني قطعا أهون علي من أن تكتشف خصلة من شعرك. ياه، دي رسالة، ده احنا ممكن ندي درس طويل قوي 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 بس على الكلمة دي يا سيدنا عثمان. أقطع حتت ولئن مراتي بن منها شعرة واحدة من رأسها. ودخل الثائرون على سيدنا عثمان صايم ماسك المصحف وبيقرأ فيه، يدخلوا عليه وهو بيقرأ في سورة البقرة قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيكفيكهم يا جماعة، مش لازم سيكفيكهم في الدنيا، سيكفيكهم ممكن تكون في الآخرة. سيكفيكهم ان كل واحد هيخش عليك هيموت مقتول او هيموت مذبوح او هيموت مجنون. محدش دخل قتل عثمان بن عفان الا يا مات مقتول يا مذبوح يا اما مات مجنون. فسيكفيكهم الله يا جماعة، فسيكفيكهم الله. يا كل مسلم بتتعرض لظلم، يا أمة الإسلام، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ودخلوا عليه، فأول واحد دخل عليه أخذ بسيفه فضرب عثمان بن عفان عن يده فقطع يد سيدنا عثمان بن عفان، فقال: الله أكبر، اللهم إنك تعلم أن هذه اليد أول ما كتبت لرسول الله سورة قاف. أول واحد كتب الوحي في سورة قاف كانت الإيد اللي اتقطعت دي. أنا أول واحد دون سورة قاف لما نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت زوجته نائلة تدافع عنه فقطعوا أصابعها، اتقطعت أصابعها. ثم جاء رجل منهم بحديدة فضربه على كتفه، فقال عثمان بن عفان: اللهم لك الحمد، سبحان ربي العظيم. تخيل العبادة وهو بيموت وهو بيضرب: صدق ربي. وأغلق المصحف وبدأ المصحف كله من دماء سيدنا عثمان بن عفان، دم عمال ينزل على المصحف. فقال عثمان بن عفان: اللهم يا ذا الجلال اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أشهدك أني صبرت كما وصاني نبيك. وقتل سيدنا عثمان يوم الجمعة يوم 18 ذي الحجة، واتدفن في البقيع، واللي دفن سيدنا علي بن أبي طالب، واتدفن في ظلمة الليل، خافوا يدفنوه بالنهار الثوار يمنعوهم من الدفن، اتحركوا بالليل ومحدش واخد باله ودفنوه في البقيع. قبره موجود لغاية دلوقتي، تقدر تروح تشوفه. أقول لك معلومة عجيبة قوي، أكتر قبر في البقيع تقف قدامه وتحس باطمئنان وسكينة وفرحة وسعادة
قبر عثمان بن عفان، وتحس ان انت قريب منه قوي، وتحس انك في حته حلوه قوي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دفن ليلا ووقف علي بن ابي طالب على قبره وبكى وقال: اسال الله ان اكون انا وانت يا عثمان في من قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. دي كانت حلقه سيدنا عثمان بن عفان. يعني اشهدكم ان انا بحبه قوي قوي قوي، وان انا لا اقبل ولا اصدق افتراء عليه ابدا ابدا ابدا. هنبدا من المره الجايه حلقات سيدنا علي بن ابي طالب ونلقى الاحبه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.